بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير وعافيه وصحه، بدون ادويه، بدون امراض، بدون شيخوخه. هقول لكم على اهم تمرين للعين. يعني التمرين ده بيجمع كل حاجه: تقويه النظر، شد الجفون، شد التجاعيد. بس نعمله باهتمام وبنفس الطريقه اللي هقول لكم عليها. هنجيب ايدينا كده، العظمه دي نحطها هنا جنب العين، ونلف دايرة كده، ونفس الناحية التانية كده نرفع حواجبنا برفق، والصوابع دي تبقى على عظمة الخد. هتحسوا وانتوا بتعملوا التمرين ده بفايبريشن كده، او كده يبقى التمرين ناجح. عشان يبقى ناجح لازم نحس بان في ذبذبة كده، او فايبريشن زي بتاع التليفون. هنغمض عينينا كأننا بنلزق الجفن اللي فوق في اللي تحت برفق. طبعا كل حاجه بقول والله برفق كده. هنعمل التمرين ده، نبدا بيه بعشر مرات ونزود كل يوم، نوصل فيه 50 60 70 100 مره. بس نبدا بالتدريج. التمرين ده بينشط الدوره الدمويه، مفيد جدا. وخدوا الحته دي بقى عشان تقويه النظر. بالمره معاني شرحها قبل كده، احنا نظرنا بيضعف بسبب ان احنا دايما بنبص قريب. لازم نمرن العين ان احنا نبص قريب ونبص لابعد نقطه، نبص قريب ونبص لابعد نقطه. نظرك هيقوى زي كده، ومش هتحتاجوا تلبسوا نظاره. واشوفكم على خير في فيديو جديد، بدون شيخوخه، بدون امراض، بدون اذيه.